سوها. شو في؟ ليش عم تاخذ منه هذا عمي؟ هذا كثير قوي، في عندي احسن منه. انا ما عم باخذ منه عمي معتز، هذا لقيته عندي بالفرن. وشو عم يساوي عندك بالفرن؟ شو بيعرفني شو عم يساوي عندي؟ والله وغوشتني. شو في بهالكيس؟ عمي هذا ملح انجليزي. شو؟ ملح انجليزي؟ معلوم عمي معلوم، هذا بياخذوه لتمشاية المعدة وكثير كثير قوي. عم شو اللي جابوه لعندي على الفرن؟ كان هذا هو السبب اللي كركب الحارة فوقاني تحتاني عمي أبو بشير. في واحد من طرفك حاطط الملح الإنجليزي بالعجنة، بقى مين هو؟ بشير؟ نعم يا بي. هذا الكيس لقيته، شفت حدا حامله فات لعندك على الفرن؟ لا والله يا بي. تذكر يا بي تذكر. مين بده يجي لعنا مين؟ ما في غير انا والعجان عم نشتغل يا بي. يعني ما شفت حدا فات لعندكم انتوا عم تعجنوا العجينات؟ بلا بلا يا بي تذكرت، هذا ابو غالب كان عنا الصبح. خلص عرفت مين غريمي يا ابني، عرفته. معقول؟ معقول ابو غالب؟ لك والله والله إش كان أبو غالب ورا هالقصة؟ لا أسف وقتلي نسي حالي بأمه فيها. وبدي كمان قتلة تانية وحياتك. أما أنا لا، هالمرة بدي أدحه القتلة قدام كل أهل حارته لخليه يتربى لهالواطي، لخن عمي أبو بشير يتبهدل بالمخبأ. بسيطة يا أبو غالب الكلمة، بسيطة.